احنا دلوقتي كمان هنروح لخبر مبهج في الحقيقة، ودليل على ان الخبر ده لسه موجود ولسه بيشير لجدعنة وامانة المصريين. خبرنا من محافظة الأقصر. الحكاية باختصار انه كان في مواطن وهو بيرمي يعني شنطة قمامة، بالغلط اتلخبط وألقى بشنطة تانية كان جواها مصوغات ذهبية ثمنها 70,000 جنيه. اكتشف ده بعد ما روح بيته، وطبعا رجع ما لقاش الشنطة دي لأن كانت القمامة اتشالت، فاضطر طبعا ان هو يدور على مسؤول قطاع النظافة بالمنطقة اللي فقد فيها الشنطة دي عشان يطلب المساعدة. في الوقت نفسه كان في عامل النظافة الأمين الأستاذ يحيى فتحي عطا، وهو بيأدي عمله في مصنع لتدوير القمامة. اكتشف طبعا خلال شغله وجود المصوغات الذهبية بالمبلغ الكبير ده، وعلى طول بلغ عن اللي حصل، وتم إعادة الذهب للمواطن اللي فقدها بالغلط. طبعا تم توجيه الشكر من رئيس مدينة الأقصر لعامل النظافة الأمين، وصدر قرار بتكريمه وكمان صرف مكافأة فورية لحسن سلوكه وأمانته وحسن تصرفه، وأنه كمان بقى مثال يحتذى به. خلينا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن الواقعة المبهجة دي من الأستاذ رمضان فخري، مسؤول قطاع النظافة بحي جنوب الأقصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك أستاذة. في البداية يعني احكي لنا تفاصيل القصة دي، يمكن ان الناس كتير بقت تشتكي، احنا لسه بنقول في عصر الزيف وعصر انه قلب الحقايق ما بقاش في ضمير، لكن لما بنلاقي بارقة امل كده وبنلاقي ان لسه الدنيا بخير بنبقى مبسوطين، فكان مهم ان احنا نحكي طبعا او نلقي الضوء على هذه القصة. والله هو فعلا كلام ذاتي، بس يعني انا تلقيت فعلا تليفون من احد المواطنين اسمه احمد عبد الرؤوف، فبيقول لي ان في شنطه زباله حطها في المكان اداها لعامل النظافه وفيها ايه مصوغات ذهب. ففي الفعل يعني اتحركت على المكان، وفين المكان اللي انت رميت فيه وفين الحاجه، فرحت على الصندوق لقيته فاضي، اخذت بعضي انا وهو وطلعنا على طول على مصنع ايه مصنع تدوير القمم. بالفعل هناك دورنا هناك، وكان في عامل اسمه يحيى ومعايا برضه في 2 عمال ثاني، وفي الفعل دورنا عليها في مصنع القمامه فعلا ولقيناها موجوده هناك لحد لما عثرنا عليها وديناها لصاحبها وديناها له كل حاجه. بس بالفعل يعني كانت حسن التصرف فعلا يعني من سياده العميد ايمن الشريف رئيس المدينه، مجرد ما لقيت الخبر فعلا بلغته على طول، قال لي اطلع معاهم فورا واتحركت بناء عليه، حتى كان يعني الساعه 6:30 المغرب حركت فما لقيناش حتى اللودر. فعلا راح امر بلودر بسرعه يجيني وتحركنا عليه وجبنا اللودر وفعلا خرجنا الزباله لحد ما عثرنا عليها. طيب يعني بعد ما تم تكريمنا طبعا من سياده العميد ايمن الشريف وسياده المستشار محافظ الاقصر، يعني فعلا تم تكريمنا وتكريم العامل في الموضوع والحمد لله. بس يعني عايزين يا ريت هي توعيه للناس، توعيه ناخذها مبدا كده توعيه للناس ان هم يلقوا المخلفات بتاعتهم في الاماكن الصح، في الاماكن اللي احنا نقدر نجيبها، في الاماكن الامنه، ان هو لو اداها لعامل النظافه هنقدر نرجعها تاني. نعم احنا طبعا يعني احنا دي القصه اللي وصلت للاعلام، هل في قصص مشابهه بتحصل مثلا ممكن نكون ما سمعناش عنها او ما وصلت لناش؟ لا هي فعلا في قصص كثيره كانت مشابهه، يعني انا من برضه من 4 5 شهور كانت ذهب ب 600,000 جنيه والعامل كان اسمه الطيب ورجعها تاني شنطه ذهب. وهل بالفعل تم تكريمه ومكافئته برضه العامل ده اللي حضرتك بتحكي عنه؟ ده تم تكريمه فعلا وطلع ودوا له حج وعمره، طلع حج هو ومراته وعياله وادوا له مبلغ مالي وتم تكريمه. هايل هايل، يعني القصص دي بتتكرر وفي نفس الوقت بيكون في تقدير وتكريم لل لا فعلا بصراحه قيادات مش متاخره معانا في اي حاجه، دايما على طول بيكرموا اي حد ملتزم، بيكرموه على امانته، بيكرموه على المجهود اللي هو عمله، فعلا يعني بجد هنا مش متاخرين في اي حاجه، واي حاجه بنطلبها بصراحه موجوده، الدعم على طول دايما مستمر معانا، الدعم دايما يعني في اي حاجه في الخير بالذات، يعني دايما مش متاخروا معانا، سواء سياده المستشار محافظ الاقصر او سياده العميد ايمن الشريف رئيس مدينه الاقصر.
احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا جزيلا. وفي قيم كتير قوي في الحقيقه في القصه دي. اول قيمه طبعا هي قيمه الامانه وحسن التصرف اللي كانت من عامل النظافه اللي هو اول واحد شاف الكيس ده، كان ممكن ياخده وخلاص لو هو ما عندوش ضمير. تاني حاجه، تاني قيمه، قيمه انه كل واحد بيشوف شغله. يعني انا دلوقتي كمواطن اتصلت بمسؤول علشان بدور على حاجه ضاعت مني، كان ممكن قوي المسؤول ده يقول له يا عم انت بتهزر، كيس ايه اللي هيترمي فيه ذهب، وخلاص واقفل التليفون وما اهتمش. فالقيمه الثانيه قيمه ان انت يبقى عندك ضمير تاني من موقعك وتهتم بشكوه المواطن وتروح للمكان اللي اترمى فيه القمامه، ولو ما لقيتش تقوم رايح تاني للتدوير، تفضل تشتغل على الموضوع بالتفاصيل. القيمه الثالثه المهمه كمان هي قيمه التقدير، يعني التقدير والشكر. في ناس تقول لك واشكره على ايه؟ ما هو بيقوم بشغله. وفي ناس تقول لك انا طول ما انا ما بتكلمش يبقى انت ماشي كويس. لا، مفيش حاجه اسمها كده. لا، لازم تشكره ولازم تديله دفعه معنويه تديله دفعه ماديه طبعا علشان تشجعه ان هو يعطي اكتر، لان هي دي طبيعه النفس البشريه. ما ينفعش حد كده يبقى طول الوقت قاعد بينتج وانت تقول له طب وانا اشكره على ايه؟ ما هو بيعمل شغل. لا، ما هو كان ممكن ما يعملش شغله برده، ما كانش حد هيعرف حاجه، لان في الاخر دي قمامه. الأهم بقى ونقطة مهمة جدا جدا إن أنت ترمي القمامة في المكان المخصص ليها، مش مكان عشوائي. يعني لو هذا الشخص كان رمى الشنطة دي اللي هي فيها الذهب في مكان عشوائي، ما كانش عارف إن هو بقى دي فعلا كانت راحت منه، ما كانش عارف يوصلها تاني. إنما هو عشان رماها في المكان اللي مخصصاه المحافظة للقمامة، قدر إن هو يرجع للمسؤول، والمسؤول بيبقى عارف مصدر أو مسار القمامة رايح فين. فدي كمان مهمة جدا جدا لينا، إن إحنا ما نستسهلش وإن إحنا نرمي في أي حتة، في الشارع اللي ورانا مثلا، في المدرسة اللي تبص تلاقي مدرسة قدامها قمامة قد كده مرمية عشان لمجرد إن الناس مش عايزة تروح ترمي القمامة في المكان المخصص ليها. فهو اللي نفعه فعلا هذا المواطن إن هو كان بيرمي القمامة في المكان اللي مخصصاه الدولة.